بعد الوصول للنقطة المراد توقيعها، يتم النقر على ستور لحفظ بيانات هذه النقطة. أو يتم النقر على كلوز الخروج. هذه هي عملية رفع التوقيع باستخدام روبوتيك مود. وبنفس الطريقة يمكن تنفيذ باقي العمليات مثل التوقيع بالأوفسيت أو الريسكشن أو الميسينج لاين ميجرمنت أو عملية الأوتو توبو وهي الرفع المستمر حيث يتم النقر على Start ثم البدء بالرصد مباشرة. يتم التحرك بالعاكس ويقوم الجهاز بتتبع العاكس والرصد مباشرة دون الحاجة للنقر في كل مرة يتم الرصد بها. ويمكن التحكم في خصائص الرصد عن طريق الـ Setting، حيث يتم التحكم في خصائص عملية الرصد المستمر الأوتو توبو.